مزكي منذر تفضل. شكرا عدنان، متواصلين معكم مشاهدينا الكرام. يمكن هو الوحيد اللي ايضا من الجانب الوصلاوي نقدر نلتقي فيه في هذه اللحظات ومصاب. اول شيء طمنا على اصابتك، عندك ظاهر شرخ في الكاحل ولا في الكوع؟ طيب طمنا على اصابتك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الاصابه يعني خفيفه، عندي شرخ بسيط يعني في الكوع قبل مباراتنا مع الشارج بدايه الدوري قبل المباراة بيومين، طحت عليها الحمد لله، رحت فحصت يدي اخذت اشعة والحمد لله، يعني قالوا لي اسبوعين ثلاث وارجع. زين، الوصل قدم كل اللي عنده ولا بعد عنده شيء الوصل على سبب انه يقدمه؟ والله شوف، انت اهم شيء انت اول مباراة في الدوري انك تفوز تاخذ 3 نقاط، بعدين تفكر في المباراة الثانية والثالثة، اكيد الوصل عنده اكثر عن كذي، ونحن صاعدين تدريجيا ان شاء الله. نعم، وجود مارادونا يعطي دافع لكم انتم كلاعيبه ولا يعطي دافع حتى للاعيبه الثانيين الموجودين بحكم علاقتك في الانديه الثانيه ان نحن خلاص نفوز على الوصل، نفوز على مارادونا كمدرب حتى؟ لا شوف، بالعكس مارادونا غني عن التعريف، انا اعتقد ان كل لاعب يمكن يتمنى انه يكون مدرب مارادونا، حافز كبير لنا، دعم قوي لنا للاعيبه الوصل، اعتقد انهم حاسين بالمسؤوليه. بالعكس احنا نشوف ان مارادونا مقدم اللي عنده، وطبعا انت يوم بيك مدرب كبير كذي وكان لاعب وحين مدرب، اعتقد انك انت في الملعب لازم تأدي على حسب انك ترضيه. اعتقد ان لعيبه الامارات يمكن كلهم يتمنون انه يكون مدرب مارادونا. صحيح، شيء طبيعي يعني. زين، مارادونا يمكن خلال المباريات السابقه كان يغير في بعض العناصر في المباراه، اليوم فريق بنياس كيف برايك الشخصي راح يقراها مارادونا؟ كيف راح يتعامل معها؟ بنياس اللي يمكن مو هو بنياس الموسم الماضي، لكن ايضا يبقى فيه عنده عناصر كثيره قويه. لا شوف، انت بغض النظر عن السنه اللي طافت ان بنياس، يمكن احنا عرفنا بنياس السنه اللي طافت قدم مستوى طيب احسن السنه، بس احنا ما نقول ان بنياس فريق يعني تعبان ولا شيء، بالعكس فريق بنياس يقدر يرجع باي وقت، عنده عناصر ممتازه. اعتقد ان المدرب طول الاسبوع قدم اللي عنده، ونحن ماشيين على نفس التكتيك، ونتمنى ان شاء الله ان اليوم ناخذ 3 نقاط. كل خساره من يعني للوصل تحطكم كثير تحت ضغط علي؟ لا بالعكس، يعني يمكن احنا الناس لا سمح الله لا صارت اليوم نتيجه متواضعه يعني. لا بالعكس، نحن واثقين لعيبتنا والمدرب واثق باللعيبته، اعتقد ان احنا اللي علينا ان احنا نقدم مستوى طيب في الملعب. بس انا اشوف ان مباراتنا مع دبي اللي خسرناها 5 تقول قامت القيامة يعني علينا، بالعكس هي خسارة طبيعية. يمكن أرسنال خسروا 8 ما حد يتكلم، لأن ليش؟ لأن عندنا مارادونا فالناس كلها تتكلم. عشان تي أنا أقول لك تحطكم تحت ضغط لما بالعكس مدرب مقدم عليه، ونحن علينا ننفذ تكتيك المدرب نطلع بصورة ممتازة في الملعب. متى بترد؟ إن شاء الله. لا أنا بديت أتمرن عادي مع الفريق، بس ما بعيد عن الاحتكاك يعني تقسيمه، ان شاء الله الاسبوع الجاي بكون مع الفريق يعني. اشوف العالم تقول لك نربط حكي. شكرا لك، شكرا علي، شكرا لك. هذه شفره السمسار، لانه كان واحد من ضيوفنا في الجزء الاول، تعود لك الكلمه زمين.